ما بدك تعترف بالحسنى ولا؟ صدقني يا ابن الناس مالي خبر بالشيء اللي عم تقوله، مالي خبر. والشهود اللي شايفينك كل يوم فاي تطالع على الحاكميه الفرنساويه كذابين، الله وكيلك كذابين. اسمعوا لا، اذا ما بدك تعترف هلا هون على الفور قسما عظما لا تشوف شيء ما بيصير خاطرك منه. ما بعرف، الله وكيلك ما بعرف. مروان فوجب لي هالمجبره من جوا. لا لا، ابوس ايديك ورجليك، ابوس ايديك ورجليك، مالي دخل يا ابن الناس. هات لشوف احكي لنا. ما بعرف، الله وكيلك ما بعرف. مروان لا لا، ابوس ايديك، خلص لحكي لا احكي. بصراحه بصراحه انا اللي فسدت عليهم، بس خمس زلم. قديش كنت تاخذ على كل بطل ولا؟ كانوا يعطوني على كل زلمه ربع ليره ذهب. عم تبيع عرضك وشرفك بربع ليره ذهب يا كلب؟ الله يخزي الشيطان، الله يخزي الشيطان. ابو عباس الجابري مين اللي وش عليه؟ ما بعرف، الله وكيلك ما بعرف. يعني مو انت اللي وشيت عليه؟ ما بعرف، الله وكيلك ما بعرف. اذا بدك بحلف لك يمين. انت بدك تحلف يمين انت؟ تصرفوا معه يا رجال. امرك عمي عباس. عارف بحسين؟ ايوه. شرفوا معي. شرف عليك. لا لا، ابوس ايديك ولا ايديك ولا ايديك. نعم سيدي، رح افتح تحقيق بالحادث. حاضر سيدي، بس انا بعرف سيدي مين ورا هالعمده السوداء. امرك سيدي، امرك، انا بخبرك شو بصير معي يوم ويوم. حاضر سيدي، بس سيدي لو سمحتوا وتكرمتوا علينا الله يخلينا اياكم تبعثوا لنا شويه عناصر لحتى نقدر نضبط الامن بالحاره. امرك سيدي. احترامي، احترامي. بسيطة بسيطة يا زعران، بدكم تقتلوني أنا بورجيكم الأيام جاي والله لربيكم من كبيركم لصغيركم. يعني ما بيكفيني إني ما تمنيت في عيشتي مع أبوك يلي انخطف مني وهو بعز شباب، كمان ما بدي كاني افرح فيك شوف مرتك واولادك عم يتفتلوا حوالي. ما فيني يا امي، ما فيني. انت اكثر وحده بتعرفي اني قاطع على نفسي عهد لا اتجوز ولا افرح حتى اعتر على غريم ولادي. لك يا امي، صار لك من يوم ما قتل ابوك وانت عم تحكي بنفس الديباجه. طيب اتجوز وضل عم تدور على غريمك وهيك بترضيني وبترضي نفسك. ما فيني يا امو، ما فيني. بيقتلني ضميري من العذاب. وبركدا ما عثرت عليه بعشر سنين بتضل هيك بدون جواز؟ وحياة من زرع هي بمطرحها يا امو، ما رح يهدى لي بال لحتى اعتر على غريم ولابي واخذ حقي منه. اخي انت سبقني على البيت الله يرضى عليك، الا للوالده تحط الاكل، انا خطره بدي احكي مع محسن وجاي. ماشي اخي، اعطينا الصايد. ايه شغل. شيخ الشباب شريف. اهلين يا اخي محسن. لك افوت، والله الوالده بتفرح فيك. معلش يا اخي محسن، حمزه سبقني على البيت والوالده عم تستناني. المهم هلا قول، سمعت انك مأجر بواحد فرنساوي. مين خبرك؟ لاهلك محسن، انا ما في خافيه بتخفى علي بالحاره،
المهم بدي اياك تدير بالك على حالك، الفرنساوي ماله قاعد قاعد. لا تخاف، فتح عيوني 10/10 وداير بالي على حالي. وليك خبرت. ولو كان محسي، الفرنساوية مطرشين عيونهم بكل الشام، بقى الحذر واجب. الله يرضى عليك. لك والله على راسي شهامتك ومحبتك. لا يا محسين، لحنا جيران ورفقات وحبايب، بقدر لي بالك على حالك. الله يرضى عليك. من يوم يومك زقرت قرضاي لك عباس. الله محيي أصلك يا محسين. بلغ تحياتي للوالد عمي. وصل عمي وصي. السلام عليكم. عليكم السلام. شد منيح. شد عباس، ما بيجوز تتني هيك. لك ايه حمزه شد. شايف ابنك يا مو؟ هذا الازعر حمزه صاير رجال. ايه طالع لابوه الله يرحمه، بعدين انشد بالمرجله من اخوه عباس. الله يخلي لنا اياك يا مو. الله يطول بعمرك. ان شاء الله اشوفكم عفسا عن قريب انتوا اثنين يا حق. على حياه عينك باذن رب العالمين. يلا اشطفوا ايديكم للمرجله الشاي. يلا يلا. بسم الله. غسلن منيح يا ولا شيء. غسلن يا عم الله. غسلن منيح. غسلن هيك يا ما هيك بدي اياك تشطف كلها. ما هيك بدي اياك. لك ايه لك حمزه. لك والله الغسله من فوق تعب ايدي يا دود. هلا انت عم تحكي على حكي لك محسن، هي ما حبيتها منك منوبها. شو حكينا؟ كفرنا؟ انت بتعرف حق المعرفه اني ما ممكن اقرب على قصه جواز قبل ما اخذ بتاري من غريمه لابي. يا اخي وانا عم اقول لك خذ بتار ابوك، بس يعني بالاول تجوز، فرح قلب امك، بعدين اعمل اللي بدك اياه. هلا بدك الخلايق تقول عباس الجابري تجوز قبل ما ياخذ بتار ابوه؟ انت بتقبل علي لك محسن؟ بتقبل علي؟ لا والله. لكن شلون بدك ياني انا اقبلها على حالي؟ بصراحة هذا الحكي مو حكي. لكن هذا حكي مين محسن؟ بصراحة والدتك قالت لوالدتي انه حكيك. ليش فكرك انا ما بدي اتجوز واعمل عيلة؟ ما بدي افرح الميمة واجيب اولاد مصلبي؟ بس ما فيني يا محسن، ما فيني. اني اخذ بتاره لابي اللي كبرني وساواني زلمه ابدا بمئة مره هلا من الحريم والعيله. انا فرحتي الكبيره وقت اللي بدي اخذ بتاره من كل كلب بهالبلد. كلامك مزبوط، والله مزبوط يا عمي. لك وحياة اللي زرع هاي مطرحها لك محسن، لحد تدور بالشام خرم خرم وانسلوا النسل واحد واحد، وارجيك وقتها شو بدي ساوي فيهم. أنا معك على الموت عباس، معك على الموت. ما بتوصل لك محسن، بعرفك أبو ضيوب النصل. هلا بدك تسمح لي. لك عادي، خليني أتيسر، عندي شغل. يلا سيدي، أشوفك المسألة مع ما اتفقنا بالمالكاني. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدك ويصبحي. يا رب علي. السلام عليكم سيدي عباس. أهليبي فريزو، حباتك بتحبك لحب شربك شاري. جاي أحكي معك جوز كلام، حقه داب أحمر. شو الحكاية؟ هات البشارة بالأول. أعتبرها صارت بحبك. عرفت لك من جماعة أصحابي عن واحد من الأنوات عم يشتغل مع الفرنساوية عوايني، وجايز يكون هو اللي واشي بأبوك. شو هالحكي لك فريز؟ مثل ما عمل لك سيد راسي. هذا الحكي أصلي؟ أصلي ونصي يا عباس، وفي على كلامي ثلاثة شهود أفاضل من عيال كريمة مستعدين يقولوا إنه شايفينه شوفة عيونه يلي بتتأكلها الدوج جوات الحاكمية. وينهم هلا هدول؟ موجودين، وإنت ما بدك ياهم يكونوا موجودين عند منا. اليوم بجيب لي ياهم لهون على الفرن؟ خلاص اليوم بيكونوا عندك، وأنا رح أكون معهم. علي الحلال، إيش كان هالحكي اللي عم تحكيه مزبوط؟ لحتى شب لك لبن العصفور إذا بتطلبه يا فريز. فضلك سابق سيد راسي، فضلك سابق. أنا كل همي
انك تشوف غليل ابوك وتشفي غليلك منه وتخلص البشر من وساخته وتخلص انت من التفكير فيه. يا ريت لك يا ريت. وين بروح مني؟ قربت في راسي عطيت كوسائي.